ولسه بنكمل معاكم لقاءنا مع الفنان والملحن السعودي محمد بودلة، واللي قرر انه يقدم للجمهور ميني ألبوم جديد بعد النجاحات الكتير اللي حققها في مجال التلحين. لك ما بيك انا ما بيك معذوره، ولو صدقت انا خليك حبيبي الله لا يقوله، حبيبي الله لا يقوله، تراني ما اروح بعيد مهما صار يا حبي، صحيح احيا معقوله. وسألنا محمد بودلة عن الشعراء والملحنين اللي تعاون معاهم في ألبومه الجديد، وهل هيلحن لنفسه أغنيات في الألبوم ولا لا؟ أنا عندي يعني في الألبوم صالح المناعي شاعر، خالد المريخي، عبد الله بودلة، مجموعة يعني هي أنا مش أغنية يعني مش حاط الأغاني جاهزة، لا يعني لسه بختار وبعيد، لأن تعرف الأغنية يعني مهما تسمع كم أغاني السوق ساعات يختلف الذوق، يعني ما تقدر تنزل اللي أنت تحسه قريب من نفسك، لازم تسمع السوق شنو اللي بعد يحتاجه. عندي يعني في يعني ودي أقدم لون جديد علي. كمان سألنا الفنان والملحن محمد بودلة عن السبب اللي خلاه يتعاون مع ملحنين في ألبومه الجديد وقرر إنه ما ياخدش لحن من ألحانه. أنا هذا اللون يقول لك لون جديد علي، يعني بعيد عن ألحاني أنا. الملحن علي صابر، ملحن صديق نمسي عليه بالخير، يعني هذا لونه مختلف وحالة بعيد عن أحاسيسي يعني، فجميل أنك تخلط بين إحساسك وإحساس غيرك إن شاء الله. يعني الألوان حقته ألوان عراقية شبابية. أنا دايم يعني في عملي دايم أسمع شنو الجديد اللي نازل، أسمع جميع المطربين الخليجيين العربيين، أشوف الأغنية يعني جمهورها يعني كل يوم يتجدد جمهور الأغنية، كل يوم يعني في ذوق معين. وكشف لنا الفنان محمد بودلة عن شكل ألبومه الجديد وهيناسب أي فئة عمرية من الجمهور. رومانسي يعني هقدم أغنية واحدة من أصل 4 أو 5 أغاني، أما الأغاني تكون أغاني السوق اللي هي اللي اسمه يعني اللي يستخدمونها دايم في الأفراح في المناسبات، يعني لازم تناسب جميع الأذواق الشباب والكبار بعد، يعني ما ننسى هذه الفئة، يعني مو بس للشباب، بالعكس الشباب الحين هم يعني هم المستقبل، اللي فنانين المستقبل اللي قادمين، وما يعني كلنا ابتدينا واحنا صغار، والحمد لله كانت يعني كان في وقتنا ان نناسب ذوق السوق وذوق الجمهور، بس كل خطوة يعني بنسويها لازم نتابعها نشوف شنو الآراء الناس. بعد التحضيرات اللي بيقوم بيها الألبوم الجديد، هل هتبعدوا تجربة الغنى عن شغله الأساسي وهو التلحين؟ ده اللي هنعرفه منه دلوقتي. أنا يعني كملحن يعني صعب إني أبعد عن طريقي ومجالي اللي أنا ابتديت فيه، يعني لا ببقى أنا كملحن وبركز دائم على شغلي، يعني هذه شغلي ورزقتي وحياتي اللي أنا ابتديت منها، فيعني ثقافتي فيها أكثر من ثقافة الغناء، لكن يعني مع فترة سنين أنا تعلمت يعني كيف أتقن غناي، كيف أتعلم يعني من الفنانين القدامى وفنانين النجوم الموجودين. وفي آخر لقاءنا مع الفنان والملحد محمد بودلة سألناه عن أفضل الأعمال الفنية اللي قدمها خلال مسيرته، وكمان كشف لنا عن أخباره الجديدة. أنا قدمت شوف أغاني كثيرة، كل الأغاني اللي أنا قدمتها أنا راضي عليها، يعني قدمت مثلا من يقول إني لغيرك راشد الماجد، حسين الجسمي الخيانة، مليون خاطر عبد المجيد، بغيضك الأحلام، وأنا يعني أغنية الفنان أحلام هي بغيضك رجعت أنا غنيتها، بس غنيتها بتسجيل يعني بسيط ونزلتها يعني للجمهور. عندي إن شاء الله عبد المجيد،
عملين، وعندي إن شاء الله الفنان ماجد المهندس مجموعة أعمال، وعندي لسه طرح لي عملين مع فنانين شباب، وليد الجاسم بغنية لا قوة وغنية بلغوه للفنان غيث محمد، لأن هذول اليوم نزلوا في الأسواق.